وقيت الجزء ال 14 من لعبه بولد بوي. قابلنا جده تاني، مبسوطين رايحين لجده عشان نقدم له حب. خد حب يا جده. جدنا جدنا هو اتحول لايه كده؟ مش فاهم ايه مرعب. اوكي نعم، دي حاجه مرعبه فعلا. طيب العصر طيب هوب اوكي دخلنا بق جدو. اوكي لا حاسس ان دي هتبقى حاجه معقده جدا. فهمت انا قد ايه غبي، بس ليه الديزاين هنا احمر؟ يعني كده انا مش هبقى عارف انا هسيبك ولا لا. اوكي تعالى هنا تعالى هنا. لا يعني لا صح ولا ايه؟ ماشي نعملها تاني. يلا ضرب قبل ما اموت خليك واقف هنا. بس كمل. اوكي كويس. طيب واضح ان انا محتاج اعمل حاجه. هوب لا طيب طيب ماشي خلينا ماشيين كده نشوف فيه ايه. اوكي كمل عادي. هنا في الامعاء الغليظه والامعاء. بصوا دي دلوقتي احنا كنا بنلعب في لعبه درس احياء، يعني انتوا عمالين تتفرجوا على كل حاجه بتحصل. بقينا حته خراب. اوكي الكاكا بيتشمع علينا. عملت ايه كده؟ ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ انا مش فاهم اي حاجه من اللي بعملها دلوقتي. اوكي اب ابعد عن النار. اوعى تلعب بالنار. قلبك قاسي وغدار، اوعك تلعب بالنار. قلبك قاسي وغدار. الحب الحب الجرح لا. وانا في الحياة عندي مبدأ. انا ليه عارف الاغنية دي؟ ايه الاغنية دي يا جماعة؟ ابعد. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هوب بيطلع له اشكال جديده دلوقتي. اجري. طب انا مش عارف اجري. هو نايم خلاص؟ طيب ماشي. طب خلينا فوق. مثلا هو نام. طيب دي حاجة جديدة علينا جدا. المفروض اخش بطنه تاني واعمل حاجة جديدة تقريبا. فغالبا انا المفروض كل شوية ببوظ حاجة من الحاجات اللي في جسمي، فاهمين؟ يعني دلوقتي بقى شايفين بقى هنا التايمنج يبقى ازاي؟ كده. ده التايمنج الجديد. المفروض ما نموتش يعني. ما موتناش. اوكي دلوقتي نطلع فوق بقى. ممكن نفضل هنا. وبعدين نطير لفوق. ده انا بحاول ان هو يحصل دلوقتي. دي الرئه. ايوه
مع اللسان. طيب واضح ان احنا المفروض نعمل كده. واضح ان انا كنت غلطان هنا. هنكمل. هوب 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 هوب. اوكي. المفروض نطير دي. لا كده. ايوه شايفين؟ برافو عليك. اوكي. دلوقتي هوب. بسرعة. يلا. تقريبا بوظنا بطنه دلوقتي. ايوه. بوظنا بطنه. دلوقتي ممكن اخش هنا على فكرة. دلوقتي في حتة جديدة ممكن اخش فيها. بس لازم ما اموتش. هوب. ايه؟ لا. لا لا. طيب بما اننا موتنا انا هقفل الفيديو هنا ونكمل في الفيديو اللي بعديه. انا عارف ان انا كده بغش شويه بس عشان انا دلوقتي لازم بس يعني انا بقيت كتير بتكلم فمحتاج شويه ميه. فهقفل الفيديو هنا واشوفكم الفيديو الجاي وسلام.